مفيدة قادري حرم زارعي، رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمحافظة سيدي بوزيد. يعتبر قطاع زيت الزيتون بتونس من أهم القطاعات الإنتاج ومن أهم المنتوجات المعدة للتصدير، إذ تحتل تونس المرتبة الثالثة عالميا على مستوى الكميات المصدرة بعد إسبانيا وإيطاليا. أما على مستوى الإنتاج فتونس تحتل المراتب السادسة حسب المرتبة السادسة حسب المواسم، إذ أن قطاع الزيتون هو قطاع مطري بالأساس ويتأثر تأثير كبير بالظروف المناخية وخاصة التساقطات السنوية. ويعتبر هذا القطاع تقليديا بيولوجي، إذ لا يمكن الفلاح لا يتعاطى برشا المداوات والاستعمال الأسمدة، هو قطاع تقليدي بيولوجي، لكن على مستوى المساحات المتحصلة على المصادقة البيولوجية تتجاوز 7% من نسبة من جملة المساحات المخصصة لزراعة الزيتون. كما أن زيت الزيتون في تونس يعتبر من أكثر الزيوت تحصيلا على الميداليات على مستوى العالم. سعد دبش صاحب معصرة زيت زيتون سيدي بوزيد. المشاكل الكبيرة تعترض القطاع في تونس في خاصة في الانتاج نتاع الزيت وتصديره. التصدير عام الموسم الفارط وقع انتاج كبير ياسر مقدر ب 400 ألف طرناطة، كميات كبيرة وكميات ذات جودة عالية، موقع ما نجمناش نصدروها الكل، بقى منها كميات كبيرة العام الموسم هذا. وقعنا في إشكال مع ديوان الزيت اللي هو ما نجمش يدخل، اللي هي الدولة اللي هو يمثل الدولة بصفة عامة، يجب عليه أنه يدخل باش ينجم يعدل الأسعار وينجم هو كيف كيف ينجم يدخل في تصدير للدول الأوروبية في مزاحمة مع الخواص اللي هما المصدرين. والقطاع معناه يشهد صعوبة كبيرة، خاصة إنتاج كبير في تونس، إنتاج يلزمنا نقولوا أسواق عالمية في الشرق في آسيا، خاطر عنا كان الدول الأوروبية توا اللي نتعاملوا معها، يلزمنا نلقوا أسواق أخرى باش نجموا نحلوا مشاكل قطاع الزيت في تونس. وهذا هو البرانسيب الأول متاعنا، يلزمنا
يلزمنا نعملوا انتاج كميات ذات جوده عاليه اللي هي موجوده حاليا في تونس، لكن تنقصنا الاسواق الخارجيه، الاسواق الجديده اللي هي في اسيا والشرق والخليج العربي. المفروض الدوله هي توصل تعطينا الاسواق هذه، وديوان الزيت هو يخرج، وعندنا وزير خارجيه وعندنا سفراء يلزمهم يتدخلوا مع الدول الخليج والدول الاسيويه باش ينجموا يروجوا زيت الزيتون اللي عنده جوده كبيره ياسر في العالم. نوفل الحرشاني من تونس، مواطن من تونس طبعا. بالنسبة لزيت الزيتون هو يعد من العادات الرئيسية في كل بيت في تونس، تقريبا جل البيوت التونسية تستعمل زيت الزيتون، خاصة في الأكلات التونسية أهمها الكسكسي وأيضا السلطات، ولا يكاد يخلو المطبخ التونسي من زيت الزيتون. أيضا للزيتون استعمالات أخرى خاصة في المدوات، خاصة يعني يستعمل في يساهم في تقليل الإصابة من أمراض القلب، أيضا يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري، أيضا يساهم في التخلص من الأمساك ويقوي العظام. يعني عدة استعمالات لزيت الزيتون هامة وهامة جدا. Mom.